يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت إحدى الداعيات أفتت بأنه لا يجوز ذهاب النساء للمسجد لأجل الصلاة على الجنازة لأن ذلك بدعة لا أصل له، فهل هذا القول صحيح؟ بدعة لأن ما تعرف، لأن ما تعرفه عندنا اللي ما تعرفه يصير بدعة. لا، المسلمات كنا يصلينا على الجنائز منفردات ويصلينا مع الرجال ويكن خلف الرجال، وما زال الأمر على ذلك عند المسلمين، فلا مانع أن تذهب للمسجد إلى مكان خاص للنساء أو تكون خلف الرجال وتصلي على الجنازة. نعم.